عاملين لهم برنامج اعداد بدني واعداد نفسي، وكنا متابعين دايما مع الاولاد بحيث ان احنا ما يعني ما نخسرش قوي المجهود اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. وطبعا النادي كان مساعدنا اول ما ابتدينا ننزل، النادي كان مساعدنا وموفر لنا جميع الاجراءات الاحترازيه، ودايما بنقول لهم هم معظمهم يعني كانوا دخلوا في حاله نفسيه ان هم محبوسين في البيت ولا حتى بينزلوا يروحوا مثلا يزوروا قرايبهم ولا اصحابهم ولا كانوا بيشوفوا اي حاجه، فكنا احنا مركزين على الحته دي بشكل مهم جدا بحيث ان احنا نخرجهم من الحاله اللي هم كانوا فيها. وفي نفس الوقت لما اجي ارجع ما ابتديش من حيث من نقطه صفر، لا ابتدي من حيث ما انتهيت. الهيد كوتش كان بياكد علينا في حته ان لازم نخلي بالنا من التغذيه والتغذيه الصحيحه عشان الجسم ما يزيدش بزياده. طبعا قاعدين في البيت ما بيعملوش اي مجهود وكله بياكل، لا الحمد لله احنا كنا عاملين لهم برنامج تغذيه كويس وبرنامج بدني كويس، والحمد لله لما الاولاد نزلت لا الشكل كان كويس. احنا عندنا بطوله كاس مصر ان شاء الله هتبقى في شهر 9، وبعد كده في بطوله جمهوريه في شهر 11 نوفمبر. مده تمريننا بنشتغل حوالي 5 ايام في الاسبوع، بنشتغل من ساعتين لاربع ساعات مع السن اللي هم الكبار العمومي وال 18 سنه، وبالنسبه للاولاد الصغيرين بنشتغل معاهم حوالي من ساعتين لساعتين ونص. كنا قاعدين بقالنا فتره بصراحه ما بتمرنش، بس كنت بتمرن في البيت يعني لياقه بدنيه عشان اول ما ارجع ان شاء الله اكون مستعده. بنتواصل مع المدربين لو في محتاجين تمرينات نعملها في البيت او اضافه نعملها او لياقه نعملها عشان تساعد ان احنا نرجع كويسين. لياقه فيتنس الحاجات دي بتساعد طبعا ان احنا اول ما نرجع نكون جاهزين يعني مستعدين جسمنا جاهز. المفروض في كاس عالم من شهر 2 ان شاء الله اتحددت على الويب سايت بتاع فينا، فان شاء الله بجهز ليها. يعني شاركت في اولمبياد قبل كده فدي هتبقى الاولمبياد الثانيه بالنسبه لي ان شاء الله، فطبعا انا بحاول اجهز جامد ليها عشان احقق نتائج احسن من اللي انا حققتها في الاولمبياد اللي فاتت. كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط اكل، طبعا كان في وقت بناكل اكل معين وكان في وقت اكيد من القعده يعني الدنيا بتبوظ مننا، بس كان يعني overall الدنيا كلها كانت ماشية كويس. يعني كاس مصر في شهر 9 وبطولة جمهورية في شهر 11، وبنحاول ان احنا نستعد، طبعا الوقت قليل بس بنحاول ان احنا نستعد بسرعة يعني عشان نرجع لأحسن من الأول. كمان احنا مكناش متعودين طبعا ان احنا نقعد الفترة دي، بالنسبة لنا دي حاجة جديدة، ولما رجعنا للحاجة اللي احنا بنحبها اكيد اتبسطنا ودي حاجة حلوة. كان الكباتن بيجتمع معنا على حاجة اسمها زوم وبنشتغل فيتنس مع بعض، كان بيحط لنا برنامج عشان فيتنس عشان نفضل محافظين على اللياقه بتاعتنا وبرده نظام غذائي كويس. بنتمرن 4 ايام تقريبا 3 ساعات في اليوم، من الساعه 12 للساعه 3 او 4 في الرينج ده. يعني ان شاء الله عندنا بطوله كاس مصر مؤجله من شهر 3 ان شاء الله في اخر شهر 9، وعندنا بطوله تانية في شهر 11 بتاعه الجمهوريه بقى في ميعادها ان شاء الله. ماشيين على برنامج في البيت، برنامج فيتنس، وما كناش بعيد يعني خالص معاهم كل يوم عشان اهم حاجه يعني نرجع زي مستوانا في الاول ونتفادى الاصابات. الفتره اللي جايه عندنا بطوله في شهر 9 ان شاء الله، فاحنا بنحاول نجهز لها واحده واحده يعني عشان نأهل نفسنا بدنيا ونرجع لمستوانا زي الاول ونشرف النادي الاهلي.